هل سمعتم بمواعظ حسن؟ قرأوها وتدبروها، مواعظ حسن، كلام حسن رحمه الله. كان إذا خطب الناس وألقى المواعظ على الناس لا يبقى في البصرة أحد إلا وذهب ليستمع إليه، حتى يدخل الداخل إلى تلك المدينة فيظن أنها يوم عيد، فيقول هل هذا يوم عيد؟ يقولون لا، ولكن حسن يلقي المحاضرة في المسجد. قال ظننته أكبر من ذلك. قال يا بني والله لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها لأحدثت في قلبك جراحا، لأحدثت في قلبك جراحا، لكنك لا تتدبر. وهذا حالنا عباد الله، أننا لا نتدبر آيات الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك يقول الله عز وجل في نهاية السورة، نور السورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكرة لمن؟ لمن يخاف وعيد. التذكرة للمؤمنين: فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اقرأ كتاب الله واقرأ أحاديث رسول الله واستمع للمواعظ كي يلين قلبك، كي يحدث لها جراحا، فتعرف أنك في هذه الدنيا مؤقت ثم ترحل عنها. وكم أهلكنا من كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. لا تفكر في قوتك، في شبابك، فيما أوتيت. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لقد ظلمت وظلمت وظلمت حتى صرت لا تنتفع، لا تنتفع لا بالسمع ولا بالبصر، تنظر إلى المعاصي وتستمع إلى المعاصي وتذهب برجلك إلى المعاصي حتى صرت لا تنتفع بآية الله.